يعطيكم العافية حبايبي. اليوم بدي أحكي بس عن 3 إعدادات موجودة بكاميراتكم الكانون، نادرا ما تستخدموها أو يمكن ما بتعرفوا عنها. هي إعدادات بسيطة لكن راح تأثر شوي على شغلكم. نبلش بأول إعداد أو خيار اللي هو هذا الشغل. بس ركزوا، سمعت هذا الصوت؟ هذا خيار موجود بالقائمة جوا الكاميرا، لازم تكبسوا على كبسة المنيو، بعدين بتلاقوه خيار الثاني بالقائمة الحمراء اللي هو بيب بالإنجليزي أو بالعربي اسمها تصفير. تقدر تكبس عليه وتختار خيار ديسيبل تعطيل. فهسه بس أجي أخذ فوكس مثلا، هي أخذ فوكس ببطل يطلع الصوت. هذا إحنا بنحتاجه صراحة لما نيجي نصور بالاجتماعات، لما يكون في عندك اجتماع وغرفة مغلقة فهذا الصوت مزعج، يظل يطلع هذا التصفير، فأنت يفضل إنك تلغيه حتى ما تأثر على الاجتماع اللي موجود. نيجي نحكي هسه عن الخيار الثاني اللي بشوفه عند معظم المصورين وما بينتبهوا له، ما بيعرفوا إنه هو أصلا موجود. أنت لما تيجي تصور وتأخذ صورة بالعرض مثلا زي هيك، تيجي تفرجيها للزبون أو أنت تتفرج عليها بتطلع قدامك بالعرض، لكن لما تيجي أنت تصور بالطول هون بتصير المشكلة. ركز معي، لما أنت تيجي تصور بالطول وتأخذ صورة زي هيك مثلا وتيجي تعرضها على الكاميرا من ورا، راح تلاقي إنه الصورة طالعة هيك بالطول، أنا بدي إياها تكمل الشاشة، تعبي الشاشة. فشو الحل؟ هذا الخيار موجود بالقائمة الصفراء بالكانون، بدك تكبس على المنيو القائمة الأولى عادة اللي هو Auto Rotate، بالعربي اسمه تدوير تلقائي، شغله واختار الخيار الثاني اللي هو بس يعمل تدوير للصورة لكن على اللابتوب، لما تفتح الصور على اللابتوب مش على الكاميرا. فأنت هلا لما تختار إنه على اللابتوب ترجع تشوف الصورة، هيك الصورة تطلع معك بالكامل على الشاشة بدون ما تختفي منها تفاصيل على الجنب، لكن لما تيجي تفتحهم على اللابتوب راح تلاقي الصور اللي أنت أخذتها بالعرض موجودة بالعرض على اللابتوب، واللي أخذتها بالطول راح تبين بالطول. هذا خيار أنا المعظم بنتبه إنه هو مش مشغله عنده، صراحة ضروري أنت تستخدمه، وراح يريحك كثير بالشغل، خصوصا لما تعرض الصور قدام الزبون. حلو إنك تفرجيه على شاشة كاملة مش على شاشة صغيرة أو تكون الصورة مكسوسة. نحكي هسه عن الخيار الثالث، وصراحة ما حدا بيحكي عنه أو ما حدا بيجربه، اللي هو حقوق الملكية للصورة بالإنجليزي الكوبي رايت. مشان تدخل على هذا الخيار لازم الكاميرا تكون على وضعية المانيوال مش الأوتو، فبتكبس على المنيو وبتدور بالقائمة الصفراء على إشي اسمه كوبي رايت انفورميشن أو بالعربي حقوق الملكية الفكرية أظن، أو حقوق الطبع أو النشر إشي زي هيك. هلا بس تكبس عليها في عندك انتر أوثرز نيم، اسم المؤلف اللي هو المصور عادة، وفي عندك الانتر كوبي رايت ديتيلز اللي هي بتكون عادة الشركة. يعني إذا أنت بتشتغل بشركة في أكثر من مصور بهاي الشركة، بتحط الكوبي رايت للشركة والمؤلف اللي هو أنت. هلا إذا أنت بتشتغل فريلانس لحالك، بتحط الكوبي رايت والأوثرز اللي هو نفس الاسم، لي حماتي لي حماتي مثلا. فأنا عندي على كل كاميراتي مثلا بفتح الكوبي رايت انفورميشن، بس تدخل على الأوثرز نيم بتلاقي لي حماتي، وبس تدخل على الكوبي رايت ديتيلز كمان لي حماتي. طب يا لي هاي انا بايش بتفيدني؟ يعني انا مش فاهم الحقوق الملكيه، شو بنكتب على الصوره اللوجو تاعي يعني؟ لا حبيبي، على الصوره ما راح يتغير على شكلها نهائي، لكن لما تفتح هاي الصوره على اللابتوب تفتح معلومات الصوره راح تلاقي اسم المؤلف او الكوبي رايت اللي هي باسمك بتكون الصوره، فهاي نوعا ما حمايه زياده اذا بدك تدخل بمسابقات معينه مثلا، او اذا واجهت اي مشاكل مشان تثبت انه هاي الصوره باسمك. اتمنى ما اكون طولت عليكم، بعرف في خيارات بسيطه جدا بالكاميرا لكن عم بشوف كثير من الطلاب ما بيعرفوا انها موجوده اصلا، انه يلي كيف بدي اطفي صوت التصوير هذا، او ليش الصوره معي بتلف على الكاميرا بدي اياها تبين على كامل الكاميرا، او كيف بدي اثبت انه هاي الصوره حقوق ملكيتها لي او انه انا اللي صورتها من هاي الكاميرا والى اخره. واذا عندكم اي اسئله بمجال التصوير او الفوتوشوب حبايبي وتحب اشرح عنها لبعدين، تقدروا تبعثوا لي على الفيسبوك او الانستغرام @leo.hamati. اتذكروا دائما يا حبايبي انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصه. بالتوفيق.